أرقام صادمة كشفت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص نسبة الأمية في تونس. وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قال بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية إن نسبة الأمية في صفوف النساء تبلغ 25%، مضيفاً أن 50% منهن موجودات في الوسط الريفية. واعتبر الوزير أنه لا معنى لمحاربة الفقر والتهميش دون إكساب الأفراد المعرفة التي تمكنهم من الاندماج الاقتصادي. وكشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم استقطاب 27,000 شخص جديد في 2023 من مراكز محو الأمية في تونس، التي بلغت خلال السنة الدراسية الجديدة 965 مركزاً. كما أكدت الوزارة أنه تم تسوية وضعية المدرسين في هذه المراكز. الوزير مالك الزاهي شدد على ضرورة إصلاح منظومة تعزيز تعليم الكبار وإصلاح المناهج التعليمية حتى تسير احتياجات الدارسين وتوظيف التكنولوجيا ووسائل الاتصال. وأعلن الوزير أنه تقرر الترفيع في ميزانية المركز الوطني لتعليم الكبار حتى يقوم بالإصلاحات اللازمة، قائلاً إنه لابد من إعداد سجل وطني للأميين، خاصة أن الأمية تعتبر آفة اجتماعية تتعدد أسبابها، والحد منها لا يستقيم إلا باستراتيجية تشاركية. وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم تركيز منظومة رقمية هي الأولى في أفريقيا من أجل جمع كل المعلومات لتشخيص دقيق ولضبط القرارات.